ايه طبعا، ايه طبعا. الحين عندنا هديه من سراي، هديه من سراي ابو خلود قدمها. الله يسلمك، شكرا. الله الله يطول بعمرك. مشكورين طبعا. شكرا. طبعا طبعا سراي ما شاء الله ما هي غريبه عليهم، لا في كل مكان مشاركين. اخترعت انا ما ادري ايش اخترعت. شوف يعني ما هي غريبه عليهم سراي، لان في كل مكان في كل وقت عندهم هدايا، و اي عندهم هدايا سراي. في وزين فيهم بعد كمين ما شاء الله، اطراتهم حلوه. اطراتهم حلوه يعني، يعني في ناس توزع بس بس ما شاء الله اطرات قويه. ترى بعد شوي ابو حنان عندنا ضيف، لكن اليوم بدام اخر حلقه بسهره العيد اقول لكم ايش راح يصير. راح يصير دقدقه وبلال الشامي يعني. اوه بالله يعني الاسمر عذبني هوا الله، ويغني اغاني بلال الشامي بعد شوي مع مع سالم سيار، اللي طبعا اللي يقول اطلب لا تطلب الحاجات الا من اهلها، نفسك عزيزه دوم بالك تذلها، لا تطلب الحاجات الا من اهلها، كان يقول الضابط توكل على الله. ما ادري يقص علينا ابو سيار بعد شوي بنقوله، لانه عقب الشعر هذا. فاصل ونرجع لكم مره ثانيه.